هايبريد ولا كروس ولا ويب ولا نيتف. عايز اتكلم بقى على اللي هم التولز اللي هي في الفتره الاخيره واخده يعني دماغ الناس، لان اغلب الناس فعلا بتوجه للكروس بلاتفورم اللي هم ساعات بنسميه هايبريد. زامرين، رياكت، فلاتر، دول اللي هقارن ما بينهم. طبعا زامرين اقدمهم من 2011، رياكت الناس اللي طلعت بعديها 2015، فلاتر 2017 2018. طبعا زامرين تبع مايكروسوفت، رياكت نيتف تبع فيسبوك، فلاتر جوجل وحوش. البرزنتيشن لانجوج يعني لما بنعرض الانترفيس بنعمل حاجه اسمها اللغه اسمها اكس ام ال او طبعا او زامرين فورمز، بنبني بيها الايه الزامرين يوزر انترفيس. في الرياكت نيتف بنبني كله جافا سكريبت او جي اس اكس. فلاتر بتبني الانترفيس بحاجه اسمها لغه اسمها دارت. طب اللغه الاساسيه اللي بيتكتب بيها لغه بيتكتب بيها الابلكيشن اللي هو الزامرين سي شارب. طب الرياكت نيتف بتتكتب اصلا بالجافا سكريبت، الفلاتر بتتكتب برضه بالدارت. تمام، تلاحظ ان الرياكت نيتف والفلاتر الاثنين شغالين نفس اللانجوج في اليوزر في اليوزر انترفيس وفي بروسيجر لانجوج بتاعتها. البوبيلاريتي قد ايه هي منتشره في السوق او بتنتشر في السوق. الزامرين للاسف بالديكريزنج، بتقل الوقت انتشارها في السوق. الرياكت نيتف طالع والفلاتر طالع. تمام، كمستقبل الكوست الزامرين بيديك فري، بس لما بتبدا ايه الناس تشتغل كتير يعني اكتر من خمسه بيبدا يقول لك لازم تشتري بقى ايه تشتري نسخه منه وكلام زي كده. حتى ما اعرفش لسه متمسكين بالموضوع ده ولا غيره. الرياكت نيتف فري، الفلاتر فري. طيب الاركتكشر بتاع الزامرين بيشرح حاجه اسمها زامرين مونو، الرياكت نيتف بيشرح حاجه اسمها فلاكس، الفلاتر على سي بلس بلس انجن. بوبيلاريتي طبعا خد بالكم الاحصاءات اللي انا عارضها هنا في البيج دي جايبها مع على نت سوليوشن ستاتستيكالز يعني. فالبوبيلاريتي قد ايه منتشر، مديني الزامرين 4 من 5، الرياكت نيتف 5 من 5، ياخد 5 من 5، الفلاتر تاخد 4 من 5. يعني في قد ايه بوبيلر الرياكت نيتف تاخد احسن واحد. البرفورمانس فلاتر ياخد رقم 1 في البرفورمانس، الرياكت نيتف والزامرين قريبين من بعض. تمام كده؟ طيب انا بدي كل الاحصاءات عشان تعرف تشوف انه الافضل. الاي دي اي الزامرين بيشتغل على فيجوال ستوديو، الرياكت نيتف اي اي دي اي بتشتغل جافا سكريبت هو رايح ما عندوش مشكله. الفلاتر بيشتغل طبعا على الاندرويد ستوديو او الانتلي جي ايديا او غيره. تمام، دول الايه الاشهر يعني. طيب لسه برضه هقارن ما بينهم. سيف احمد لو عايز تسال اتفضل. اركتكشر باترن طبعا، ديزاين باترن طبعا في الزمن بيشتغل ام في سي وبيشتغل ام في في ام. طبعا مفيش وقت ان اشرح ايه الفروق ما بينهم ونظامهم لان ده لوحدهم قصه طويله، لكن عايز اقول بس الفرايتي عندك اختلاف في الرياكت نيتف، هتلاقي اكتر ام في بي، ام في سي، ام في في ام، ريدكس، ما عندكش مشكله. وكذلك فلاتر برضه الام في بي والام في سي والام في اي والام في في ام والريدكس مشهور. فتلاحظ ان الزمن مقفول شويه على الام في سي والام في في ام طبعا، بس كان ده هيتحدث بسرعه جدا. الصفحه دي كل الاحصاءات اللي جايبها من على هاكر نو. تمام، الابلكيشن بيرفورمانس الزامرين ياخد 4 من 10 في البرفورمانس على هاكر نون، على الرياكت نيتف واخد 5 من 10، فلاتر واخد 9 من 10 في البرفورمانس، خد بالك. تمام، طيب انا مش سامعك يا سيف، لكن ممكن تكتب السؤال بتاعك وانا هرد عليه ان شاء الله لو عندك اي سؤال. تمام، اللايبرز والتولز الزامرين ياخد فيها المساعده يعني الزامرين ياخد فيها 6 من 10 الرياكت نيتف تاخد فيها 7 من 10 التولز واللايبرريز بتاعتها احسن شويه او قريبه من الزامرين، لكن طبعا الفلاتر واقع في الحته دي. بس الفلاتر ليه واقع في الحته دي؟ الفلاتر واقع في الحته عشان لسه جديد، بس شويه بس كده ايه الباكجز هتنزل والدنيا هتنزل وهيكسر الحاجز ده. فالعيب اللي موجود دلوقتي دوت كمان شويه مش هيبقى عيب يعني. تمام، الثيرد بارتي سبورت يعني هل في ثيرد بارتس بتركب مع الحاجه وكلام زي كده، هتلاقي ان طيب
كنا بنتكلم على الثيرد بارتي، قلنا الزمن بتاخد 6 من 10. فلاتر هتلاقيها واقعه برضه، لان لسه هي بس عشان لسه جديده، فلسه الباكجز برضه الثيرد بارتيز ما اتربطتش كلها وكده. مع وقت ده يعني الاثنين دول هيتكسروا، يعني اللاعبين دول هيتكسروا مع الوقت. لكن تلاحظ ان الرياكت نيتف واخد نسبه اعلى في الحته دي والحته اللي فاتت، تمام كويس. اليو اي بتاعت الزمن مش محبوبه قوي، الرياكت نيتف اليو اي بتاعتها احسن، والفلاتر بالرياكت اليو اي بتاعتها احسن بكتير. لدرجه ان اليو اي بتاع فلاتر مدينا 9 من 10، الرياكت نيتف تحتيها 7 من 10، الزمن منزلين اليو اي بتاعته لغايه 4 من 10 على كرمه. الدوكيومنتيشن كلهم كويسين جدا، في الدوكيومنتيشن بتاعهم موجود، الكوميونتي بتاعتهم كلهم متشابهين. هو هنا مدي فلاتر 8 ورياكت نيتف 8 والزمن 7، بس هو تقريبا زي بعض، فما فيش عندنا مشكله. بالعكس تلاقي فلاتر اقل في الكوميونتي، لان الناس فعلا ما اتشهرتش للدرجه الكبيره، بس هي بس الديفلوبرز اللي جروا عليها، لان الشركات ما جريتش. طيب في برضه حاجه تخص اليو اي، بما اننا بنتكلم على اليو اي، لو اتكلمت على اليو اي واتكلمت في اليو اي، الحته الاولانيه دي اللي انا اقصد بيها، اقصد بيها شكل الكنترولز قريب من بتاع دوت النيتف ولا لا، تمام. اما الحته الاخيره دي اللي هي الاف بي اس، اللي هي الفريم بير سكندز في يو اي، يعني لما تيجي تفتح الابلكيشن هو سموث في العرض بتاعه وكويس ولا لا. فطبعا الاف بي اس هتلاقوا كمان في موقع كده بتتكلم على التفصيل دوت، هتلاقوا ان فلاتر واخد احسن عرض اليو اي، سموث جدا. هتلاقوا الرياكت نيتف اقل منه شويه، زمرن اسوء واحد في العرض السموث بتاع الايه الابلكيشنز الموجوده. ماتيوريتي اللي هي المقصود بها قد ايه ناضج في السوق ومتشبع افكاره ومتقفله، هتلاقي لا الزمرن هو احسن واحد فيهم. بعد كده الرياكت نيتف طبعا عشان هو الزمن، يعني هو بس مجرد الزمن، تحتيه الرياكت نيتف، اقل منهم خالص لسه فلاتر، لان لسه ما اتربطش مع الحاجات كلها بشكل قوي. لكن فلاتر كمان سنين قريبه هيبقى افضل بكتير من الرياكت نيتف والزمن لو قعد مستمر وبيحدث نفسه بشكل قوي، لانه كان بيشتغل على الويب وبيشتغل على كمان على الديسكتوب بتاعه، وكلام يعني اقوى في بعض